لا تزال أصوات المدافع ونيرانها هي الفيصل بين الأطراف المتصارعة على الأرض في الشمال الغربي من سوريا دون أي تقدم يذكر، والضحايا دائما هم المدنيون. بلدتا العنكاوي وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي كانتا مسرحا للعمليات العسكرية، إذ اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الحكومة السورية من جهة وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السورية لتنظيم القاعدة من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية بحسب مصادر ميدانية من المنطقة. وفي جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي جددت قوات الحكومة السورية قصفها المدفعية والصاروخية على بلدات البارة ودير سنبل والفطيرة وفليفل بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الروسي المسير في سماء المنطقة. الطائرات الحربية الروسية من جانبها كانت قد شنت 8 غارات جوية على محيط بلدتي مجدليا ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، حيث تنتشر نقاط عسكرية للاحتلال التركي في المنطقة دون معلومات عن حجم الخسائر. وكان طفل وامرأة قد فقدا حياتهما وأصيب 3 أشخاص آخرين بقصف مدفعي لقوات الحكومة على قرية كفر نوران بريف حلب الغربي. في السياق، أعلنت قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية رصدها 12 هجوما نفذته هيئة تحرير الشام الإرهابية، منها 11 هجوما في حلب وواحدا في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا. وكانت القاعدة الروسية قد أعلنت يوم الاثنين مقتل عنصرين من قوات الحكومة السورية برصاص عناصر من هيئة تحرير الشام الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي.